السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وهي يعني ودية السويد والمالي والعائدين إلى قائمة بالماضي. حنا اليوم وين أعاد هذا الناخب عدة لاعبين إلى قائمة جديدة التي ستحضر لودية السويد والمالي. والله أمنوني بالله راني عندي ذولي فيديو، والله لا كرهت، أمنوني بالله لا كرهت، أمنوني بالله، خاطش على بالنا حنا كاين القائمة كيفاش تندار، وعلى بالنا كلش. أنا تعقلوا، قلت لكم كاين ناس هما اللي يحطوا اللعابة، واحد يحط حطوا اللعابة تاعهم باش يكون على بالكم. والله راني كاره من هذه، عمري لا كره كيما اليوم. كنت على بالكم، امنوني بالله، عبك عندي المعلومات. خلينا من هذوك الشكين والناس مازالوا يشكموا بطرق، يعني واحد الطريقه ما تامنوش لسانكم، يجبد لك في عوار ويديره لك مع زيدان، يعني باش يدسوا على فاشل بنادم راه فشلان، بنادم راه فشلان. تا واحد مريض في السبيطار صاي قاطعين منو لياس، كيما يقول لك الكونسير كاليه، عافانا الله الكونسير كاليه مكمله، صاي باين بلي هذا بنادم راه متسوق، راه رايح ديك الجهه، صاي راه رايح ديك الجهه. تجيب له كوستيم ولا اش تجيب له؟ تجيب له كوستيم تلبسو ولا تجيب له، ولا تجيب له لوطو ولا اش تجيب له؟ ولا تجيب تشيلو عاود تقول له غادي تنوض تلعب؟ اش تشري له؟ اش تجيب له؟ جيب له الطلبة يقراو عليه، دير له قرآن، جيب له الشاب خالد يغني له ويقول له تقول له نوض رقص، جيب له القرط، جيب له الطلبة، جيب له يقراو عليه، جيب له هذه كيما هاكا، هذه راهم قراو عليها، هذه هذا المنتخب قراو عليه، كملوا عليه هذا المنتخب وهذا المدرب. كشفوا لكم مدرب تاع بوركينا فاسو، يعني بلاعبين احتياطيين مبليسين كاع ما طاش يربح البوركينا فاسو. يا قلنا لكم يا جماعه راني اغاميت، راني نقول لكم راني من نهار المكسيك، يا ودي قلت لكم يا ودي انتم يعجبكم المكسيك، ماركينا دوبي درنا دودو، يا ودي راكم غالطين. المكسيك جات بايكيب جديده، وحنا شو كيفاش داروا لنا نيجيريا، لعبت لك بليجينيو ربحناها 1-0 ماتش اميكو، بالك تعقلوا لي ماشي هذا اللي فات تاع من نهار لعبنا مع المكسيك 2020. يا ودي قلنا لكم، قلت لكم يا ودي راكم زيمبابوي مي درنا 2-2، كنا رابعين 2-0 دوزيام ميطو 2-2. يا ودي قلت لكم يا ودي ما على بالك بلي حنايا الناس اللي تربحنا ومتفيق بينا دوزيام ميطو، قال لك انتوما اعداء، كذبوا ذيك كلمة تاع اعداء. ومن بعد جاو تاع السح، ومن بعد جا قصابة، من بعد قال لك كاين خديمة جديدة. أنا قلت لكم ديما يقسم، جاب لكم هاريس هذاك، هاريس هذاك لاريس قاسم لكم حبة كوجع باش تلهاو فيها، ودا لكم العريبي مليها، قلتلو قاعد تهضرو على العريبي تنساو مليها شكي شبكاش، هذا مكان طب قاسم لكم حبة من وحبة من باش الناس تفركت ما يطيحوش في لحظة. طب قاسم لكم وحدة تاع هاريس، ذوك الشكامة راه داير لك شاهد كل فنيات تهاريس، كما قال لك على المهدي بوجمعة ما جاش، كانوا يهضروا على كيسمو على شعيبي. قلت لكم يا جماعه، قلت لكم والله ما هضر معاه، يا ودي راه على بالنا شكاينا، انا نتحدى الى هو هضر معاهم، والله ما يهضر معاهم كاع. تا لعاب يقولوا تيجي تيجي، ما كاش تيجي، حراوي راه داك الركراكي مي بغا يدير قائمه، بغا يدير قائمه وكوب دي موند نورمالمون هو يتقلص تاع كوجا، هو هذا كيما هاكا رايح كوب دي موند، ضربك رايح كوب دي موند، كل يوم يدير لكم اسم، كل يوم يدير لكم اسم، تبات قارة، يقول لك سوف يعلن على اسم جديد من 12 تال ليلة 6 تاع الصباح، تبات قارة، والندوة الصحفية في الجامع كبير، في آرزي، فما ندوة صحفية، ويوم وطني كاع الناس ما تخدمش. وكل يسمع كاش شركة خدمت يبلعها، يقول لهم تتبلع كيما ما سمعوني شهدرت،
وهذا صاحبي وين اعاد هذا المنتج هذا الى قائمه الجديده التي ستحضر لوديه السويد والمالي ووفق لقائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على صفحات بموقع الفيسبوك، فإن هذا المدرب استدعى حارس مرمى وقائد الفريق رايس وهاب مبولح الذي كان غائب عن وديتين غينيا ونيجيريا شهر سبتمبر الماضي بسبب تواجده دون فريق. الله يرحم الشوابي. أنا صح مبولحي دار ليه اللي قدم وبالك ما زال يزيد بصح يا سي أودي ماشي كيما هكا. مش كيما بغيت تبني منتخب مش كيما هكا مش كيما بغيت تبني منتخب. كما اعاد الناخب الوطني سعيد بن رياضي هذا شو سعيد بن رحمه مسكين قال لك متوهج يا ودي كاع مين تراه موقف هو متوهج كاع مين سعيد بن رحمه سعيد بن رحمه حقرة على غادي يلعبها انتم السويد ويلعب ما يلعبهاش نورمال عادي مع ناديه وصام واستدعى يعني المدرب هذا يعني الحارس ميس وكجدة متوسط ومتوسط ميدان نيس هشام بوداوي الذي يقدم أداء كبير مع فريقه في الدوري الفرنسي. يعني الله لا غير بيطرح سؤال برك هارس بالقبلة أم وهارس بالقبلة خير من الزروقي خير من زرقان خير من زرقان وخير من بوداوي هارس بالقبلة هارس افضل منهم بكثير والله لا افضل منهم بكثير ما... انا نعتبرها هذه انا نعتبرها نشوفها هذه اهانه المنتخب هذه اهانه الناس اي توهين يعني اي توهين في الجزائر وتستخسر في الجزائر. هل نقول لماذا أنت أصابك الجنون في مباراة الإياب أمام الكاميرون ونقول لماذا يا لاعبين قرارات عشوائية استدعاءات لاعبين لم يمثلوا المنتخب يعني سابقا في مباريات مهمة استبعاد يعني ياسين إبراهيمي استدعاء بالفوزير بن يطو استدعاء سعيد بن رحمة وأدمن الناس وأجلسهم في دكة الاحتياط مدرب وين شارك 100% في اقصاء بسبب اخطاء تكتيكيه ليس الهدف وقت تجديد وتبديل يعني في مباراه مهمه جدا 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 اليوم عرفتوا في مباراه اللي كنا محتاجين لاعبين اصحاب فنيات لاعبين اصحاب خبره ما جابهمش اليوم تشوف قائمة أنا أقول شو الحمد لله يا ربي في جوان نهار اللي جاب لك 17 قلت لكم كم ودي هادو غنمية هادو ما يبانوش قلت لكم على مريزق على شعال ما يبانوش هاي مريزق شعال كبير والله اللي يجيبهم يديروا سوفينير ويروحوا هذاك كيسموه إبراهيمي بلال إبراهيمي فانيكا قلب بركة قلب بركة قولتو من بعد خطرة من بعد تولي عاود يولي يروح يجي بانيك نقولوا احنا شي يجي بانيك لعاب واحد اخر يقلع هذا كيسموه يقلع هذا قلنا والله قلنا مريسان عموره راه مبليسي عموره مش عم ملعبش سليماني لا عريبي هادو ثلاثه عيقيس واه زرقان طوغاي راه مبليسي طوغاي باراش يلعب وخرج مبليسي تاليا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله على بزاف انا قلت لك لا ديريكسيون تاع البولا راحت لك اي راك قاعد وصاي راك قاعد ما نعرف قاعد تخدم مصالح اخرين وما فهمناها كاع راني فاهم فهموا نتوما
بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله معكم دائما بجديد. واللي مشي ابوني يدخل ابوني معنا. ربي يحفظكم خاوتي، صحيتو.